هل أن إيران في ظل هذه التهديدات القادمة من قائد فيلق القدس الإيراني والرئيس الإيراني التي سمعناها يوم أمس، هل تعتقد بأن إيران جادة بتهديداتها أم أنها ضغوط سياسية لا أكثر ولا أقل بتقديرك؟ لا أعتقد أن إيران تهدد تهديدات فارغة، بل أعتقد بأن إيران قد أظهرت في الماضي بأنها مستعدة لتنفيذ تهديداتها، حيث أنها قد أسقطت بعض الطائرات في الماضي وقد رأيناهم يفعلون ذلك فوق أراضيهم. أيضا إيران تعرف بأن هناك تقريبا 35 قاعدة أمريكية موجودة في المنطقة والتي تستطيع إيران أن تستهدفها كانتقام أو ردة فعل إن استجابت الولايات المتحدة، وأعتقد بأنهم قد يفعلون ذلك أيضا حتى لو هاجمتهم إسرائيل. وبالتالي فأنا أعتقد بأن إيران ليست فقط تهدد تهديدات فارغة، بل إنها جادة في تهديداتها، ولديها أذرعها أيضا في المنطقة وخصيصا في لبنان، حيث يمكنها إن هوجمت إيران يمكنهم أن يستخدموا أذرعهم لمهاجمة إسرائيل، وهذا سوف يخلق تغييرا كبيرا في كامل منطقة الشرق الأوسط وعواقب كبرى، وهذا شيء يحاول الجميع الابتعاد عنه. أعتقد أن الظروف سوف حتى تكون أكثر خطرا وأكثر توترا عندما نقترب من الصيف وندخل في فصل الصيف، ومن ثم أيضا هناك المواضيع الأخرى المحيطة بهذه القضية، بما في ذلك قضية أزمة أوكرانيا، بالإضافة إلى بعض المنازعات الإقليمية الأخرى والتي قد تكون كارثية حقيقة وقد تكون ذات تأثير واسع من حيث خلق أزمة قد تستمر لعدة أشهر. فحقيقة نحن ندخل في فترة ذات تقلب كبير. We'll be right back.